في رأيك في الوقت الحالي من هو أفضل لاعب في العالم؟ Bitte? Also ich denke mal, wenn man die Fußballweltmeisterschaft die vergangene immer als Gradmesser nimmt, da treffen sich ja die besten Mannschaften der Welt in einem Turnier immer. أعتقد أنه في كل مرة نستطيع أن نجد لاعبا متميزا عالميا، وبالتالي لا أستطيع أن أعطي إجابات محددة بشأن هذه الأسئلة، من هو الأفضل ومن هو الأحسن. هناك بصفة لعبة كرة القدم لعبة متغيرة الأداء، وفي كل حين نستطيع أن نرى لاعبا متميزا له نقاط ضعف ونقاط قوة. نعم، وبالتالي لا أعتقد أنني أستطيع أن أقول من هو أفضل لاعب في العالم حاليا. توماس مولر كان في كلام كتير اتنشر في الصحافة العالمية أنه يفكر في الاعتزال، وبعد ذلك نفى توماس مولر أنه يفكر في الاعتزال وأنه مستمر مع بايرن ميونخ. هل في رأيك توماس مولر قادر على البقاء في الملاعب وقت أطول؟ طيب سمع السؤال، أعيد السؤال مرة أخرى. لا أستطيع أن أجيب تحديدا على هذا السؤال، إنه يؤدي أداء حسنا، ولكن لا أستطيع أن أقول بشكل على وجه دقيق إذا كان يستطيع مواصلة اللعب أم لا. لا أعتقد أن هذا من اختصاصي. لم أرى منه أي أداءات تقول أنه غير قادر على الاستمرار، وأظن أنه لاعب جيد وقادر على مواصلة اللعب لصالح المنتخب الألماني.